فاضل بس نحط مدير فاضل تاني. نعم يعني بيصبرني على البنك ده انا شكلي جنبه اصلا انا عارف المدينه برضه هي السبب ويعني هعمل ايه هعمل ايه بس هعمل ايه هعمل ايه بس هستاذن اصل انا حاسه بخمك اصل انا بروح عليه ما بفرش ايه فاهمه فلما لما باجي افتح الكتاب والاقي ابيض كده ساعات كده بجيبه الاول Return. الترم من 38 إلى 42. الترم من 38 إلى 42. معايا دكاترة؟ من 38 إلى 42. الترم كده من 38 إلى 42. لو دليفري بيفور 38 ويكس لو دليفري قبل الأسبوع 38 أو قبل كومبليتد 37th week. عندما نقفل الاسبوع 37 ده اسمه ريتر كريس كده قبل 37 ويكس وخلاص ومفروض الصح كومبليتد 37 يعني نقفل 37 تبدا اول يوم في 38 مش مهم خلاص يعني ايه بريتر ليبر يعني ديليفري قبل الاسبوع 37 ماشي ده اسمه ريتر يقولك ايه الموست كومن ريسك فاكتور فور بريتر ليفر بريفيس هيستوري اوف بريتر ليفر ده كده بيبقى بريتر ليفر ات انكريز انسنس اوف بريتر الريكالز ده هاد ريسك فاكتور الريكالز كام في المية؟ اديوها 30% الريكالز او اكتر من كده بس خليها ايه 30% تاني يا شباب اهم ريسك فاكتور الريكالز اوف بريتر في ريسك فاكتور تاني زي مين يا دكتور بقى؟ زي عيال كتيرة multiple pregnancy زي trial malformation زي vaginal cervix زي اللي كانت post family history زي اللي عندها أي disease لو ضخيمة وزنها ضخيم overweight بس الله برضه return اللي بتدخن اللي سنها كبير اللي قاعدة بستريس على طول دي كلها بس الله return اللي ما بتتابعش حمل no prenatal care اللي جالها register of abortion طبعا كده مره في كده بريتر ايه بقى الابورشن بريتر البريتر الابورشن على فكره يعني حاجه واحده عشان كده باجي للجورج بص يا جماعه الابورشن معناه ايه؟ معناه ديليفري قبل الاسبوع 20 ديليفري او سوري يعني انا تيرمينيشن بريجنسي قبل الاسبوع 20 بعد الاسبوع 20 لغايه ال 38 ده اسمه بريتر ده اسمه بري وده اسمه ديكات ابورشن يعني لو انت قربنا كده شويه وقربنا كده شويه 20 ليوم 20 اسبوع الا يوم ابورشن 20 اسبوع ويوم ذا بري تيرم عشان كده فاكره الابورشن طبعا بالذات سكند ترايمستريك ابورشن يبقى قريب جدا 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 من بري تيرم كل حاجه معايا حتى اللي قبل الابورشن
الجورج نفسها يبقى في رابشه في البريز حتى الجورج واحد انا بقول الجورج دي واحد فهنا الفتره البيتر من ضمن الريسك فاكتور هو الابورشن بالذات دي مش الفيرست بريستر السكند برايمستر ابورشن ان 20 اسبوع ليوم و 20 اسبوع ويوم ده ابورشن وده بريتر 30 وليها من بعض الريسك فاكتورز ولما يجي الريسك فاكتور ده الريسك فاكتور هنا تلاقي الجورج صح ما تلاقي هنا في الجورج مكتوبه في الجورج كده انت برضه واخدين بالكم زياده بس صوت شويه الستريس نو انت ليتر كير مش هتبقى خالص يعني اهم حاجه اوعى تنساها اهم حاجه اوعى تنساها الريكرنس مهمه جدا جدا بريفيس هيستوري اوف بريتر مهمه قوي التوينز والمالفورميشنز والبوست فاملي هيستوري والسن الكبير والتخريمه شويه مع الرد والستريسز والسموكينج وما بيتابعش الاي بي اف تحمل مش طبيعي برضه الاي بي اف وفي جوانب كتيره والميل فيتس الفينيل تبقى كده ايه واعيه ماسكه ومتبله في الرحم كده يقول خايف بقى يحصل له بريتر لكن في ميل لا سبحان الله تعالى والله والله العظيم فرصه عجيبه جدا جدا ممكن تولد عيل مثلا او مثلا بيبي مثلا يتولد مثلا ايه بريتر البنت بتخش تخش حضانه يعني مثلا ايه 4 دقيقه اسبوع كان بنت زي الجن زي الفل الواد يا مثلا 36 حاجه حضانه حاجه عجيبه لا البنت اقوى فعلا يعني دي ملحوظه كل الولاد شفتها دكاتره لغايه دلوقتي مش هو صعب مش ملحوظه يعني طبيه يعني واخدين بالكم يعني ده مش مفيش حاجه قالت كده لكن الحقيقه دكاتره الرحم لما بيولد اي بنت بريتر ولا حاجه بيطمن عليها يبقى زي الفل الواد لا الواد ضعيف جدا حتى هو بص اهو الواد ده لابد بيتر اكتر من البنات البنات ماسكين ومثبتين لكن الولاد يعني خايفين يطلعوا كده ايه بدري تمام البنات واعيين شويه على فكره يا دكتور الجورج وبريتر لو تبص على السلايد ده هو السلايد بتاع مين؟ بتاع الابورشن تيبيكال يعني اللي كانت الابورشن فاكرين الكارت مسكارجز الموست كومن جوز اكتر من 50% بيكون انكسبلينت بعد كده في ماترنال جنرال ولوكال وفيتال كان في جنرال ايه باي diseases, infections. Infection, that's torture, which might work. Immunological, the antiphospholipid antibody syndrome, the systemic lupus, endocrine, the diabetes, the thyroid, local, vaginal cervix, bicoli, septate, Asherman, fibroid. الفيتال زي رابشر في البرينز مهم قوي كان بريتر بريتر زي اللي شرحناه في الترم الاولاني اللي راح في المراجعات بس دي خلينا الترم الاولاني خلي بالك رابشر في البرينز بلاسنتا بريفيا اب رابشر بلاسنتي يو درايف اوفر ديستنشن زي بولي هيدرانوس زي الكوينز كل دي مالفورميشنز كل دي تعمل بريتر على فكره هذا السلايد ده كان بتاع الابورشن قبل كده اللي بلف على ما انت لو قال لك دكتور حسن عواد جاب لك كيس بريتر لو الدكتور حسن عواد جاب كيس بريتر معايا عادي جدا قال لك ريسك فاكتورز هتقول له منشن وان منشن ايه منشن في الكيس سنها وزنها الاسبريسز اللي قبل كده ابورشن قبل كده ما تبعتش الحمل معايا عايز تكتب برضه يتشوش اكتب يعني مفيش مشكله ادي مثلا اه مش في النون كوزس رابشر في البرينز النون كوزس يعني تشيل دي مثلا رابشر في البرينز الديوباتيك اور سب كلينيكال انفكشن ده الموست كومن في الاسباب بقى العاديه رابشر في البرينز هو الموست كومن طب دي كده عشان كلاسيفيكيشن كده جالس فاكتور مش الجيولوجي الريسك فاكتور هو بيتس وري كارت في فرق بين الريسك فاكتور ده ما يتولش ده بقى لكن موست كومن بريدكت ريسك فاكتور او بريدكت بريتر طيب يتولش بقى موست كومن جيباتيك اور سب كلينيكال انفكشن طب في النون كوزز رابشر اوف ميمبرينز دكتور هنا كله على بعض ماشي ما اكتبي لا مكتوبه لا مكتوبه كلام الريسك فاكتور هو بريدكت بريتر هذه كده في الفوليومز الريسك فاكتور هو بريتر اه الريسك فاكتور ايه والجورج زي بعض ما حدش بركز ده لسه فاكر ده التوجه
دي هي كانت على الكلاسيفيكيشن اوف بريتر بيرف. في دكاتره المودريت والفيري بريتر والاكستريم بريتر. المودريت ده دكاتره اللي تدرس التاني منه. وانا بقى في التاسع بقى كده التاسع اللي هو 37 وطالع ده ترم. الثالث الثامن ذاتس واي اللي كان 30 يعني الثامن الثالث الثامن ده ده مودريت. في السابع فيري بريتر. اللي قبل السابع اكستريم بريتر. الثامن مودريت. السابع سيفير. الاكستريم بريتر اللي هو قبل السابع قبل السابع. طيب في بقى هنا كمان البيرث ويت. اللو بيرث ويت 1.5 الفيري لو 1.5 الاكستريم لو بيرث ويت 1 كيلو اكستريم لو بيرث ويت. وظاهر معاك كلاسيفيكيشنز برضه من الكلاسيفيكيشن بريتر في سبونتينسلي انديوست يعني سبونتينيوس لوحده زي ربشة في البرين زي مثلا بيترين اوفر ديستنشن زي باتشلر سيرفكس لوحده. بس انا بقى اليوم الجمعه الجايه هعمل اندكشن اوف ليبر وممكن اعمل اندكشن اوف ليبر بريتر زي مين؟ واحده عندها سيفير بريكلامسيا واحده عندها كوريو ابلايتس واحده فيها فيتال ديسبريس عندها مشكله فممكن اعمل اندكشن اوف بريتر ليبر لو في ماترنال اور فيتال انديكيشن اني اعمل تيرميشن بريجنسي بدري زي دي كده خدناها زي سيفير بريكلامسيا طبعاً حتى لو 20 اسبوع اعمل لها ترميشن زي اللي عندها كوريو اوف نايتس معايا اعمل لها ترميشن كده. ايه الكوميونيكيشن اوف بريتر؟ وده السؤال اللي جه كتير جدا جدا جدا. اكتب لك بريتر كيس مشهوره جدا كيس شهيره اللي هي البريتر كده واحده 34 اسبوع لها كونتراكشن ايه ده؟ بريتر بريتر ليه؟ طيب دي كده كوميونيكيشن اوف بريتر. ايه الكوميونيكيشن اوف بريتر؟ البريتر انا كاتبه كوميونيكيشن كتير جدا 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 يعني احنا جبنا كده كتاب الاطفال كله بتاعته وحطيناه في كفه والكوميونيكيشن اوف بريتر حطيناه في كفه البريتر يكسر. اخطر حاجه على الاطفال البريتر ذات مصر عندنا دكاتره كده ان نيتا الاي سي يو سيئه جدا. احنا عندنا دكاتره العيل ده لو عدى على الاي سي يو ده بيموت يعني اللي يخش اي سي ده ما بيطلعش الاي سي يو. عندنا دكاتره الاطفال ده برانش متاخر جدا الاي سي يو وحش قوي مشكله كبيره قوي حضانه في مصر مشكله كبيره 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 حضانه. لو حد يعني كده حتى لو راح حضانه شوف بقى الدوخه مدى الدوخه اللي هيشوفها والعيال كمان ما بيطلعش وغاليه جدا. اليوم في الحضانه اللي جت الاخر الصناعي ده عارفين كام؟ بتوصل الى لما بتوصل يعني ستارتنج فروم واخدين بالكم 5000 جنيه في اليوم في اليوم ارقام كبيره جدا واوت اوف مايك جدا حاجه صعبه. ايه الكوميونيكيشن؟ ما فيش كوميونيكيشن ما فيش بلاش اقول لها بعد 10 15 حضانه يخلصوا في ثانيه خلاص بقى ما فيش كده. نيجي على الكوميونيكيشن اوف بريتر. اول حاجه في الكوميونيكيشن اوف بريتر اول حاجه اللي داخله انترا كرينيال هيموج نتيجه المخ. ليه داخله بريتر لايبل لي انترا كرينيال هيموج عندهم فراجايل او سوفت سكالبون قوي خلينا اول من بره كده السكالبون سوفت عندهم العظم ده سوفت سوفت سكالبون عندهم فراجايل بلاد فيسلز. البلاد فيسلز ما فيهاش ادفنتيشيا قويه اللي تحمي الفيسل فممكن يرابش مع اي تروما. عندهم الليبر اماتيور عندهم ديكريز كلوتينج فاكتورز فبيجي ده اي خبطه يبقى على طول وش انتر كان هيمر. عشان كده قلت لك قبل كده لو انتوا فاكرين ليه دخلت البري تيرم ريتش بنعمل له سيزيريان سكشن وش عشان الريتش ده يحصل لك هيمر والبري تيرم انتر كان هيمر. لو بري تيرم ريتش بيولده وش نزيف المخ ويموت هذا العين. عشان كده البريتر راسه صفر بلاد فيسل ضعيفه ديكريز بلادنج فاكتور مشكله كبيره. نيجي على اللنج طبعا ديكريز فاكتور عنده ار دي اس بعض البرونكاي والالفيولاي بعض البرونكاي والالفيولاي لسه ستيل نون كانالايز تلاقي حته في اللنج كولابس طبعا ده من فيري بريماتشيور فيري بريماتشيور تلاقي حته في اللنج كده كولابس لسه لسه مش مضى في اللنج بنسميها حتى لما كولابس دي بنسميها اتي بابتسيزم
يعني ايه اتلاكسس؟ حته كلها في اللنج لانه او ممكن تسميها برونكو بالمونري ديسبليزيا. معايا الحته؟ قول معايا شك، قول معايا برونكو بالمونري ديسبليزيا. حته في اللنج يا جماعه لسه برونكاي وبرونديوز لسه مقفولين وما حصلش كانايزيشن، فده حته كولابس اسمها دكاتره اتلاكسس. ممكن برضه انكريز لايبيلتي فور انفكشنز، بيجي له نيمونيا في الهارت. بيتنت داكتس ارتريوزس، ده تقريبا يبقى اخر شهر سميناه ايه؟ اخر شهر في الحمل سميناه شهر الايه؟ التخزين، بيخزن حديد. يعني ما هي بريتر اللي ما خزنش حديد هيطلع هيحصل له ايه؟ خصوصا ان كمان لبن قرن ما فيهوش حديد هيحصل له ايه؟ انيميا. في مشكله يا دكاتره، وهذه المشكله يا شباب في الحضانات، لما يكون دكتور الاطفال مش فاهم كويس، عايز يدي اكسجين كتير قوي لهذا البيبي، لما ياخد اكسجين كتير لهذا البيبي هيحصل حاجه مشكله قوي. ايه المشكله بتحصل بقى البيبي ده يا دكاتره؟ بص يا شباب، ادي الاي ار المنظر ده كده، ودي اللينس من كتر ده الاكسجينيشن، اكسجين كتير بيخلي البلاد فيسلز اللي في الكرايد تحصل لها بلاد سبازم وتحول الى فايبرستيشن المنظر ده كده. حتى فايبرستيشن ورا اللينس بنسميها ريترو لينتال فايبرستيشن، يعني فايبرو بليسيا يعني فورميشن. يعني هنا هتلاقي في نيو فورميشن اوف فايبرس تيشو ورا اللينس، ده من الفاز كونستريكشن اللي بيحصل من هاي اوكسجينيشن، حاجه ايتروجينيك اسمها ريترو لينتال فايبروبليزيا. تقوم اللينس ماسكه ايه؟ هو الفايبرس ماسك اللينس يعمل لها سبلكسيشن، فدي تعمل بلايندنس، باي لاترال بلايندنس لهذا البيبي، ريترو لينتال فايبروبليزيا. خدتوها دي يا شباب كده؟ خدتوها يا شباب؟ تمام. دي شكلكم مستغربين شويه كده. برافو عليك جدع، صح؟ بس هي اسمها ليه عشان نوصف اكتر كده؟ ريترولينتال تايروبيزي او ريجنوس اوف بريماتيورتي. طب ما في برضه حاجه اسمها جوندس اوف بريماتيورتي اللي هي فيسيولوجيكال، اللي هو ناقص انزايم جلوكونايل ترانسبريز، اسمعنا ده. فدي عندها جوندس اوف بريماتيورتي، الجوندس العاديه ثلاث ايام، سبع ايام، اسبوعين. الجوندس العاديه بتبان في اليوم الثالث، البيك سبع ايام وتختفي بعد اسبوعين، ما تعملش اصلا كرنكترس. البلوروب ما يزيدش عن كام بلوروب في البريتر في الفيزيولوجيكال؟ عن 10 ملي جرام بير دي سي. لكن يعني فاكره الجونز اوف بريماتيورتي بتبقى فيري هاي. وتعمل ايه كمان؟ انكفالوس. صح ولا مش صح؟ تمام. بتلاقي البيبي ده دكاتره عنده، اللي عنده دكاتره بريتر ما عندوش دي يا شباب، مش خدين دول اللي بنسميه بطل باد اوف فات. لما يجي يرجع يحصل كده، يجي يرجع يعمل كده كده ما عرفش يرجع، فيبقى عندك انت مال نيوتريشن وبرده في مال فورميشنز. اوكي، يبقى عنده انت كده هيموريدج، عنده اتلكتسس، عنده نيمونيا ار دي اس، بيتال دكتس ارتريوزس، انيميا، جوندس، مال فورميشن، مال نيوتريشن. يقول لك بقى ايه؟ حاجة غريبة في اللونج تيرم، يقول لك ايه؟ ابن سبعة يعيش وابن ثمانية يموت. قال هذا كلام منطقي؟ ده كلام غلط، مفيش حاجة اسمها كده يا كابتن. ابن سبعة يعيش وابن ثمانية يعيش أحسن وابن تسعة أحسن وأحسن. أمال يقولوا كده ليه يا دكتور؟ غلط، كلام غلط، كلام غلط، مفيش حاجة اسمها كده. يعني يا كابتن السرفايفل ريت تمام كده؟ is directly proportional to gestational age. كل ما العيل كبر كل ما كان فرصه بقائه احسن طبعا. يقول لك ايه كمان؟ يقول لك ابن سبعه عصبي. يقول لك حسام حسن كده هو ابن سبعه عشان عصبي. هل الكلام ده صح؟ الكلام ده صح. اللي هو قالك انت بريد بيبقى عصبي شويه، ليه؟ بيبقى عنده ما خدش المايليشن الكاف في البرين، عند فكت المايليشن المفروض ان هو ما مثلا ما يريبر مثلا ما يخش مثلا بلوتو مفروض. ليه بقى؟ في دكاتره ديكريز سكلاستيك اتشيفمنت، بيبقى عنده نيورو ديفلوبمنتال ديفكت او ديفكتس. يعني هو بيبقى بيكبر برده ما بيبقاش يعني سيريس، مش
مش قوي يعني دي بالكو بيبقى دي اقل سنة من البيبي الماتيو اللي بقى فيه ديفكت مايليشن عنده سكلاتيك اكشن في مات مش قد كده قوي عنده فكره نيرو ديفلوبمنتال ديفكتس بتحصل لهذا البيبي فالبيبي ده بيكون ذكاءه اقل سن يبقى عصبي شويه العصبيه دي برضه يعني معناها ان الذكاء شويه خلي بالك يبقى يبقى العصب ده بيبقى ايه يعني كده ما بيفهمش فهو ده بيقول لك انصاب عصبي انصاب عصبي لكن مفيش حاجه اسمها انصاب عصبي يعيش وبنتمنى منه يلا الاسمنت اللازق اللي بيبي بالام
ذا جلو الصمغ اللازم البيبي بالام اسمها فايبرونكتين. بحس لو هاي لو عاليه بديها بريتر او رابشر في البريز. بدال في حالتين في الرابشر في البريز وفي البريتر. لو هاي بقى فيه هنا بريتر او رابشر في البريز بريز السيرفكس بقى بالارض الاسمه تنتون ده 3 سنتي اقل من 3 سنتي بقى فيه هنا ايه بدا يبقى فيه انفيسمنت بدا فيه انفيسمنت في عندنا. طيب ايه البريفنشن بقى ده ايه البريفنشن بريتر منها ازاي؟ بعد كده انت دكتور على فكره جالي بره اللي فات دكتور ولاده قبل معايا ولاده قبل معايا اقول لها ايه ولاده روح افتحي صح؟ ممنوع ايه؟ ممنوع انتر كورس ممنوع انتر كورس معايا شوف يلا اللي جت معايا ممكن يديها لكاتره بروجسترون ممكن يديها بروجسترون ده مهم يبقى انا لكاتره خلي بالكم بيت ريست يا شباب ريست يا لكاتره نديها لكاتره بروجسترون ممكن يعمل سيركلاش ربط عنق الرحم لو بري تيرم ليبر ديو تو باتنا سيرفيس. سؤال يا شباب هل السيركلاش يتعمل لكل حالات البري تيرم؟ الاجابه نو. لا لو كان الجوز باتنا سيرفيس فقط لا غير استخلاص عمليه وليه كومبليكيشنز مش كده مش هعمله الا لو كان الجوز باتنا سيرفيس. طبعا هنا افويد كوينز الاي ار تي ماليش حاجه كتيره حد هيخلينا في التوينز لو عرفت كده هموته خلي اتنين بس تعمل لها حاجه اسمها فيتوسايت موت بيبي ده للاسف وعالج اليو تي اي. اليو تي اي ريسك فاكتور مهم جدا اليو تي اي ريسك فاكتور مهم جدا 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 للبري تيرم. ليه يا دكتور؟ عشان اي انفكشن في الجسم بتطلع بروستات جلاندز تعمل لها انفايت كونتراكشن وتسقطها. اليو تي اي كومن جدا في الفيميلز عشان الريثرا قصيره 4 سم تمام فبيخش له يو تي اي كتير يعني تلاقي في ميلز كتير جدا 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 عندهم يو تي اي. فهنا تريد اليو تي اي قلت عليك عشان ده بيعمل بري تيرم. طيب نيجي بقى على اللي هو المانجمنت هنعمل ايه؟ اول حاجه الهيستري. الهيستري اللي خدها بقول لها انت عندك ستريسز عندك اي مشكله امراض اي حاجه ريسك. طيب تشيل هي تمام بيجي لها تبقى نقص بالنظام حلو وما انا عامل اكزامينشن جنرالي. ليه قصت جنرالي على سخونيه وعلى تاكي كارديا؟ عشان خير جدا جدا من موست كومن كوز which is rupture of membranes and chorioamnionitis. ففي ميزة عندها فيفر وعندها تاكي كارديا ابدومينال بحس الكونتراكشنز ده بقى اللي هو confirmation of uterine contractions by manual palpation. طب اللوكال بقى اوعى تفحص بي بي يا دكاتره اكتب في البريتر اكتب سؤالتي كده اكتب نو بي بي examination في البريتر على فكره الرابشر في البريتر كنت كاتب نو بريتر نو بي بي قد كده برضه يبقى على الايه في البوليومز. هنا يا دكاتره نو بي بي examination في البريتر. ليه يا دكتور؟ عشان خايف من الرابشر اوف البريز لان هي رابشر اوف البريز دي بروف ذا اذر وايز. بس ما هو هنا لو نعمل سبايس بس الاول هنعمل هنعمل اول بقيت نو بي بي تيل اكسكلوجن اوف رابشر اوف البريز ازاي؟ باي سترايب كاسب بدخل الكافيين كاسب معاك في دوب سكيل لعبه معاك كاسب في السكيل لعبه بتفتح كده الفاجينا كده وتبص لو في تريكلينج اوف لايكور فروم سيرفيس تريكلينج اوف لايكور فروم سيرفيس مفيش تريكلينج معانا ما عندهاش رابشر في البريز افحص بي بي براحتك. يعني ممكن يا دكاتره نو بي بي تي اكسكلوجن اوف رابشر في البريز ازاي؟ بي كاسوس بيتر مفيش رابشر في بي بي ابص على بي بي ابص على ايه؟ ابص على السيرفيس ببص على دكاتره طول السيرفيس بص يا دكاتره على وسع السيرفيس طبعا المحاضرة ليه بيفهم كل ستافكس يعني ايه وسع معناها دايلاتيشن شوف هو كام سنتي وسع كام سنتي وطول ستافكس كام سنتي افيسمنت اند دايلاتيشن. الانفستيجيشن بقى نعمل ايه؟ فايبرونكتين معانا نعمل ترانس فاجينا سمار عشان السيرفيكال لينس
لو قال ان 3 سم في مشكله اكتر 3 سم الدنيا حلوه قال 3 سم يبقى في مشكله يعني انا جايب ده هنا هيستوري يا مدام حضرتك عندك اي مشكله عندك اي تعب في اي حاجه عندك ستريسز في توائم في حاجه عندك بوست فاميلي هيستوري وانت قبل كده بريتر لا طب ايه يجيلك كونتراكشن طيب ومنفعش النبض شوف الحراره شوف بطنها شوف الكونتراكشن الاي في كشف الاول مفيش اصلا بريز افحص اي في شوف سبايكال دايليشن والفيسمنت اطلب انفستيجيشن نعمل الترا ساوند للسبايكال لينس تاني نعمل فايبرونكتين نعمل يا كاتره حاجات الانفكشن تبقى اي سي ار تراكتيف بروتين الاسيد كاونت يو تي اي يور اناليسيس عشان نشوف لو في اي سبب للبيتر السلايد ده اللي معاه فوليومز الصغار السلايد ده ايه السلايد ده ده حتى كده يعني ايه ولا تمشي السلم معايا شو ايه بقى القصه بقى يا شباب في مين جالك دي كونتراكشنز في مين جايالك دي كونتراكشنز هنجيب ايه ده كده سيرفايكال دايليشن بالبي في و سيرفايكال افيسمنت بالترانس فاجينال سومون يا جماعه الديمو يعني قلنا بيجي يعني بيت بليبر حاجتين بيترين كونتراكشنز مع سيرفايكال تشينجز بيت بليبر واحده كده مغص والسيرفس بيفتح وبيرفع بيرفع وبيفتح بتولد يعني ما مش قصه يعني كده على ولاده عاديه جدا بس قبل الميعاد ولاد عاديه جدا بيترين كونتراكشن مع سيرفايكال دايليشن بالفيسمنت طب تعمل ايه بقى اي بنت ولاده هتولد ولا ده مغص وخلاص نروح لحاله نعوض الكونتراكشن عندنا هتبص على السيرفايكال دايليشن بالدي في شويه كام سم والانفيسمنت الترانس فاجينال سوم لو لقيت السيرفايكال دايليشن 7 سم والسيرفكس فولي انفيس تعمل ايه يا شباب 7 سم سيرفكس قد كده والعين نازل هتعمل ايه يعني بقى 4 الخرب واخدين بالكم اللي حضر معايا ليبر يوم الجمعه وديلك 3 سم قبلها تكليتك فيس بعدها اكتف فيس السيرفايكال دايليشن لو اكتر من 3 يعني 4 5 6 7 8 9 فولي دايليتد لو عليك انت فولي دايليتد او جالك 8 سم وسال فولي فيس ايه دي؟ ولاد هتعمل ايه؟ هولدها خلاص ده اسمه ادفانسد تسافر خلاص ادفانس بريتر بريمر يعني هولدها طب لو الانفيسمنت اقل من 3 سم عارف هنعمل ايه؟ اللي سوري ده لديش اكتر اقل من 3 سم يعني سم 2 سم وعندنا بقى تعالى شوف ايه الانفيسمنت بقى لو السيرفايكال ده السيرفايكال لينس اكتر من 3 سم يا جماعه ده حاجه ولا حاجه ده دايليشن اتساع ده طول انفيسمنت عشان كده حتى لو كده بالسم ده بيديني ده بيديني زي بعض 3 سم 3 سم برضه لو هو بقى كانت اقل من 3 سم دايليشن والانفيسمنت طويل اكتر من 3 سم ما فيهاش مشكله مش تقول الانفيسمنت اهم من دايليشن هي سنتي او 2 سنتي بس الانفيسمنت ضد الفيز سيرفس اكتر من 3 سنتي ما فيش سوبريتر فول اب روحها طب لو اقل من 2 سنتي الانفيسمنت السيرفكس اصغر قوي اقل من 2 سنتي اسمها استابلش بريتر يعني ايه استابلش بريتر؟ يعني فانت بريتر بريتر الحقها بقى الحق الحق العيان اديها بقى اللي كانت حاجه اسمها الانيبيشن اوف ليبر حاول توقف هذه الولاده ولا عايز ينزل بريتر طيب لو يا دكاتره اثنين الانفيسمنت 2 الى 3 سم يعني الواحد جالك بكونتراكشنز السيرفكس اتساع دايليشن سم 2 سم لقيت الانفيسمنت من 2 الى 3 سم نعمل ايه بقى؟ هنقسم فايبرنكتن لو فايبرنكتن دوت طلع سلبي ان شاء الله مش بريتر فول اب هعملها زي دي لا فبريت ده ايجابي اعملها زي دي لا فبريت سلبي اعملها زي دي لا فبريت ايجابي اعملها زي دي يعني هنا اعملها ديبوليس لو نيجاتيف اروح ايه فول اب ثاني يا شباب لو واحد جالك كونتراكشنز لقيت السيرفكس 7 سم ولا لقيت السيرفكس 2 سم لسه ما وصلش ابص على الفيس
اكتر من 3 سم يعني ستيرنس طويل فولار، ستيرنس قصير اعملها توكوليسيس، ستيرنس وسط بص على الفايبر ريكتوم طلع بوزيتيف توكوليسيس نيجاتيف فولار. طيب تعالى كده نبص بقى، بص يا شباب الديبيشن اوف ليبر بقى اللي هو التوكوليسيس بقى الديبيشن اوف ليبر ايه الانديكيشنز؟ احنا دايما الدكاتره ده يعني عارفين يعني ايه؟ اقول لكم حاجه بسيطه عايز التركيز، ممكن الدكاتره تركز معايا بالظبط ربع ساعه ونمشي، ربع ساعه ونمشي بس لو ركزت، بس انا حاسس ان انا يعني عارف كده ماشي العربيه كده والهاند بريك كده ايه مرفوعه واخدين بالكم، فساعدوني بس كده ربع ساعه صحصحوا كده مثلوا انتوا صحيين معايا انتوا فاهمين معايا الدكاتره، بس عايز ربع ساعه ونمشي، ربع ساعه بالظبط نمشي والله يعني مش عارف ما شاء الله دول الناس دخلت بسرعه ما شاء الله مش هتوقع كده. هو سهل ولا مش سهل؟ يعني انت تشوف كده فاهم؟ اه ان شاء الله يعني انت تشوف كده فاهمين؟ نعم لا 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 بس عشان طبعا لا بس اصلا برضه كلامي ستريس عالي قوي قوي بريشر عالي قوي يعني خلاص هو ايه هو قال بص يا شباب بص يا جماعه انيبيشن اوف ليبر معناه ايه؟ انيبيشن ليبر معناه كونزرفيشن. طيب مين يقول لي بقى اللي كاتبه قواعد الكونزرفيشن؟ حد فاكر؟ لو انت كونزرف ايه ما تشوف صح؟ نوت انجيبل ديستريس نو فيتا ديستريس نوت انجيبل ايه كمان؟ نو حاجه سبيسيفيك بقى خليني اعمل تلميشن يعني ايه يا شباب؟ immature يعني قبل اسبوع كام 34 no fetal distress or death or malformation تبقاش عيل ميت وعمل conservation او distress وعمل conservation او malformation وعمل conservation not in labor يعني كده السيرفايكال دايليتيشن اقل من كام؟ 3 سم صح؟ الدايليتيشن اقل من 3 سم يعني not in labor والكونتراكشن مش فريك ولا نو سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني ممنوع اعمل كونزرفيشن في حاله مثلا سيفير بريكنس ينفع؟ لا ينفع اعمل كونزرفيشن في حاله رابشر اوف ممبرينز مع كوريا اوف نايتس او اعمل حتى ويف كريم الكلام ده قلته قبل كده واقوله تاني في المراجعه فجينا لما قلت لك يا جماعه لما اللي هو قصه الكوليسيس في حاله رابشر اوف ممبرينز قلتوا يا جماعه ان انا مش هعمل كوليس رابشر اوف ممبرينز ليه يا دكتور؟ اقول لكم بقى الجمله بتاعت الكتاب العظيم اللي اسمه فرناندو ريس اللي هو ايه بقى يا شباب؟ بقول لك ري تيرم ليبر ان رابتشر اوف ميمبرينز ري تيرم ليبر ان رابتشر اوف ميمبرينز از ان اتمبت اوف ذا يوترس تو اكسبل ذا فيتس فروم بوتنشيالي انفكتد انفايرمنت يعني الفكره اتمبت اوف ذا يوترس to expel the fetus from a potentially infected environment. يعني ايه اللي بقى يعني بريد تبدا احمر في البريد رابشر في البريد اللي فيه انفكشن فاللي راح بينقبض عشان ينطرد هذا الابن الجو الوحش ده من الانفكشن ديت يعني معنى كده ان لو حصل بريد تيرم ليبر رابشر في البريد دونت ستوب بريد تيرم ليبر اند رابشر في البريد مش كده رابشر في البريد انديكيشن فور سبونتينيوس ديليفري حتى لو جالها بريد تيرم اهو بص يا جماعه هنا 34 اسبوع 34 اسبوع يعني ايه فاتيو نو ديستريس اور ديس اور مان فورميشن نو رابشر اوف ميمبرينز اور كور اوف نايتس او ثري بري كلابس كل دي هنعمل ايه يا شباب؟ هنعمل كونزرفيشن بره بقى امريكا عشان عندهم حضانه حلوه قوي معايا دكاتره فهم بس ايه؟ هم مش عايزين قوي يقعدوا كتير يعني البي بي ار كتير هنا في مصر عايزين نعدل لغايه الاسبوع على 36 في مصر لكن امريكا ما عندهمش الكلام ده الكلام مكتوب ده كلام الامريكاني امريكا اللي كانت عندهم عاد يعيش حضانات زي الفل من اول 20 اسبوع هو بيقعدوها قد ايه؟ يوم يومين بس عباره عن ايه؟ جرعة كورتيكوسترويدز ده الكلام ده الامريكاني في مصر ما بنعملش كده في مصر يا جماعه عايزين نخلي البيبي ده لغايه الاسبوع على 36 لغايه الاسبوع على 36 لكن بره في امريكا لا في امريكا هو بس عايز يخليه يومين ليه؟ عقبال ما تدي الكورتيكوسترويد، عارفين الكورتيكوسترويد ولا مش عارف
بتعمل ايه كورتيكوسترويدز؟ اه لانج ماتشورز فيتال لانج ماتشورز بلس فاكتنت في البيبي. هو بس في امريكا بيعملوا الكلام ده، المقطوع عندك في الكتاب ده كلام الامريكاني، لكن الجامعه مصر هي هتلاقي في الاورا يقول لك لا يا ابني انا بديه لغايه الاسبوع 36 صح. في شورت تيرم وفي لونج تيرم، في شورت ايم ولونج تيرم ايم. شورت تيرم ايم ده اللي هو هنمشي عليه اللي هو يومين بس عقبال ما الكورتيكوسترويد تشتغل. لكن في مصر بقى ممكن يستنى لغايه الاسبوع 36 عقبال ما البيبي يبقى ماتشور فعلا. طب ازاي يا شباب بقى بنعمل ايه؟ بدي ادويه توقف تراين كونتراكشنز، بدي كورتيكوسترويدز، بندي ماكسنيزم سلفيت. ده بيعمل حاجتين، اولا الدواء ده على فكره خدناه في بريك لمسه برافو تمام، وده بيمنع الكونتراكت انتي كومبالسيف، لكن برضه التوكوليتك. بس انا بديه انا مش توكوليتك، نيرو بروتكشن. ده في سني ادكاتره بيبي صغير بديه ماكس ماجنيزم سلفيت، ده نيرو بروتكشن. بدي برضه انتي بايوتكس عشان ممكن يبقى انفكشن زي الجبس ولا حاجه هي اللي عامله بريتر. يا مره ثانيه ايه المانجمنت؟ بدي ادويه توقف تراي كونتراكشن، بقول لك عليها حالا دلوقتي هنتكلم عليها واتكلم على الفارماكولوجي بتاعها حالا. ادي كورتيكوسترويد انهانس لانج ماتشورج، ادي ماكسول فور نيرو بروتكشن تحمي مخ البرين، تحمي مخ البين، برين بتاع البين ماكسول. وادي انتي بايوتيك عشان ممكن يبقى الانفكشن هنا عامله بريتر. ايه بقى احسن توكوليتك بقى؟ هجيلها دلوقتي. بس انا اقول لك على حاجه ولا تكون صعبه جدا، قبل الاسبوع ال 32، قبل الاسبوع ال 32 احسن توكوليتك هي انتي بروستاجلاندز قبل الاسبوع ال 32. ليه؟ عشان هو اتاخد الدواء ده اللي هو اندوميسازين بعد الاسبوع ال 32 هيعمل مشكله كبيره قوي في الهارت، يعمل بري ماتيور كلوجر اوف داكتس ارتريوز. قبل بعد اسبوع 32 معايا دكاتره، لكن قبل اسبوع 32 مش هيعمل حاجه خالص. قبل اسبوع 32 مش هيقفل الداكتس ارتريوز، بعد اسبوع 32 هيقفل الداكتس ارتريوز. فاحسن دواء هو اندوميسازين قبل اسبوع 32، يعني شهر السابع وكده، قبل الثامن اندوميسازين. رقم اثنين مايفيدرين اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر، عارفينه؟ تمام. بعد الاسبوع 32 مايفيدرين طبعا ما ينفعش تنسيه خالص. يليه بعد كده ادويه الازمه، في ادويه الازمه اللي هي بيتا 2 اجونست، زي حاجه اسمها ريتودرين او يوتوبار. طيب بص يا شباب، كورتيكوسترويد بقى في عندنا نوعين كورتيكوسترويد، في حاجه اسمها بيتا ميسازون وديكسا ميسازون. البيتا ميسازون والديكسا ميسازون. البيتا ميسازون انا كاتب جرعتين بس 12 مللي جرام، وبعد يوم 12 مللي جرام. يعني دلوقتي مثلا الساعه دلوقتي 5، اقول لها خد يا اخوانا دلوقتي 12 مللي جرام من البيتا ميسازون، وبعد 12 ساعه حقنه ثانيه. ده الموضوع. التوتال كام جرعه؟ كام مللي جرام؟ 24. الديكسا اللي كانت اديها 6 مللي جرام كل 6 ساعه، كل 12 ساعه 6 مللي جرام كل 12، اربع جرعات، يبقى الجرعه برضه كام مللي جرام؟ 24. البيتا 2، الديكسا 4، ده بيتا على 2 برضه والديكسا على 4. البيتا ريزون 12 مللي جرام كل 24 ساعه. وده دكاتره 6 مللي جرام كل 12 ساعه. مكتوبه كده صح؟ معايا دكاتره مش معايا؟ يبقى هنا دكاتره البيتا ميسازون هديها 12 مللي جرام كل 24 ساعه جرعتين. الديكسا ميسازون 6 مللي جرام بعد 12 ساعه 6. يعني الساعه 5 دلوقتي والساعه 5 الفجر والساعه 5 زي دلوقتي والساعه 5 الفجر اللي بعده. اربع جرعات 6 مللي جرام. يبقى 24 مللي جرام كل 12 ساعه. البيتا والديكس لو حصل لك انهي احسن؟ البيتا احسن عشان البيتا تعمل بروتكشن للبرين احسن. طب ليه يا دكتور بروتكشن للبرين ليه بقى؟ ايه الفاليوز اوف كورتيكوسترويد يا دكاتره؟ حد يقول لي ايه الفاليوز؟ بتقلل ايه طبعا؟ ليه بتقلل الار دي اس ليه؟ بنطلع السرفاكتر من البين. الحاجه الثانيه يا شباب، من هايبوكسيا بيحصل يا دكاتره حوالين الفلتر اللي جاي في البرين. في حاجه دكاتره حوالين الفلتر اسمها وايت ماتر بيحصل فيها دكاتره كافيكيشن كده، ويحصل فيها انترا كان هيموريدج.
اسمها بيل بالتريجر ده بيل البنت بتاعت البرين بيري بالتريجر مش الهارت يا جماعة بتاعت البرين بيري بالتريجر لوكو يعني وايت ماتر ماليشيا يعني ضعف كابيتيشن وده دي الانترا كرينيال هيموج دي مشكلة بتحصل في الهايبوكسيا بتاعت الأطفال الصغيرين اسمها بيري بالتريجر لوكو ماليشيا البيتا بالزون تأثيرها أحسن من الدكسر بالزون عشان بتقلل فيها بتفتحها أقوى بتقلل فيها يبقى إذا جت عندي بيتا ميثازون وديكستا ميثازون إيه الفاريوس؟ بتقلل الـ RDS بتقلل إنت كان هيموج بتقلل القصة دي بتقلل كمان يا دكاترة تعمل ماتيرد أوف ذا انتستين كمان بتقلل انتيروكولايتس بالتالي بتقلل البيرينيتال مورتاليتي ريت بصفة عامة بتحسن الـ RDS بتحسن يا دكاترة اللوكو ماليشيا بتقلل إنت كان هيموج وتحسن إذا كانت لديه كولايز تقالي لديه كولايز تعمل تركي للإنتستين كمان يعني دائما تركي اللون وبرين وإنتستين الناس كلها فاكرة الكورتيكوستيرويد دي بس جاست آر دي اس بس لا ده برين كمان وإنتستين كمان بتحسن إدباري لديه المرتدية لديه كلها بتقالي أنت كان هيمرج بتقالي لديه كولايتس بتقالي آر دي اس عظيمة الكورتيكوستيرويد حلوة جدا الأطفال طيب بعد ما تعالى بقى تخف ان شاء الله كده واقول لما دكتور بيت زي الفل هروح بقى البيت بقى دكتور بقى واجي لك على الولاده ان شاء الله خفت يا جماعه العيان دي الكوليسس وانتي بايوتكس هاجي لك الكوليسس بعد شويه الكوليسس وسترويدز وانتي بايوتكس وماكسول والكونتراكشن ويف بقى زي الفل هروح بقى يا دكتور ماشي بص يا ولاد ده بيرتاح يا قدر الامكان بلاش اي ستريس بودي بروجسترون سؤال الاستاذ الدكتور عمرو الشلالي هل وهي مروحه تكمل على ديكوليسيس دوكوليتكس لا ملاش اي دور ولا افكت يبقى خلي بالك يا شباب نوت ادفايس ان تمشي على ديكوليتكس بعد ما تروح ولا اديها ريبيت سترويد تاني سترويد هو مره واحده وخلاص كورس واحد بس يا بريتانيا اربعه ما اداش تاني وانا كنت نايم في اول سنين يكفي يا دكاتره كنا بندي الاسترويد كل اسبوع للتنين كان يوم مثلا 2 و3 المستشفى كلها ده بتستروي المستشفى كلها كل اسبوع فكده اكتشفنا ان وديناها مره واحده بس لو اول ما نشوفها نفس النتيجه بتاعت لديها كل اسبوع فما فيش حاجه اسمها ريبيت استرويد خلاص هات لها هي تاخد مره واحده كورس مره وانتهى على كده نوت ادفايس توكوليتكس ريبيت استرويد انتي بايوتكس بيت ريست لا بس هو الكويتس اه يعني ما كانتش كويس لكن البيت ريست تنام دوت انام بقى ومش هتحرك لا لا ليه؟ حركي عادي البيت عادي بس مش مجهود فظيع يعني اكيد يعني بس اتحركي وروحي وتعالي عادة تجيبي حاجه بسيطه تشتري حاجه وسط ماشي اعملي اكل ولادك عادي بس ما تناميش بس هو بينام قلت له بص انا انام واجيب ماما روح عندهم انام ما اتحركش لا لا خالص حركي زي ما انت عايز بس بلاش كويس لا اتحرك زي ما انت عايز طب ليه يا دكتور بلاش كويس ليه؟ الكويس دي تروما الكويتس ده كده فيه بروستاجلاندنز السيمن مليان بروستاجلاندنز ده اسمها حتى بروستا جلاندن عشان اكتر حاجه بتطلع هي بروستات جلاند واخدين بالكم هو في انفكشن برضه بتطلع في السيمن برضه كل شويه تقول لك ليس فابريكتد ولا ليس فابريكت ولا اي حاجه خد بس البروجسترون بلاش الكويتس بلاش ستريسز وخليها على ربنا مش هقدر زي الفل ده تاخد ادويه ولا انتي بايوتكس ولا ريبيت سترويدز ولا فابرونيك طيب البري تيرم ديليفري بقى نوريدها ازاي فشلنا السيزن سكشن مفيش ستريس او فشلنا عادي يا جماعه فشلنا عادي ده عيل صغير كده فشلنا مش هيحصل حاجه بس اعمل الاكزوتمي بس كويس تاني اعمل الاكزوتمي كويس فيها ده عشان ما تحصلش كومبريشن دي كومبريشن ممكن يتنطر مننا اعمل الاكزوتمي ودي فيتامين ايه للعيل والام فيتامين ايه عشان يمنع انت كان هي مش فيتامين كي واعمل جود مونيتورنج اللي قال لي قبل كده اعمل سي دي جي وبرافو عليك اثناء ده نعمل سي دي جي وباي ريسك بروفايل طب لو كان بري تيرم بريتش وش اعمل له ايه بري تيرم بريتش ازاي طبعا بقى دكاتره الحضانات بقى العيال اللي يخش حضانه ده ليه حضانه
يعني هواء واكل ودفع. دي الحضانة، هواء بديله اوكسجين. بس لو مش لاقي كتر لقيت عدى 35% من الهواء اللي داخله، لو زودت عن 35% هيحصل له ريتينابس اوف بريماتوريتي، يحصل له ريترولينتر فايبروبليزيا. لو انت من 35% ما تزودش الاوكسجين 35. حد شاف اوكسجين قبل كده بيتنقل لفيديو ولا واقف في الاي سي يو يعني؟ شوف ده كان بيتعلق كده، في ميه متعلقه كده بيعدي على ميه بقليل كده ويطلع يخش. الاكسجين اللي فتح والهواء لازم يكون هيوميديفايد والا ينشف الاير ويز. ده حتى كان زمان احنا صغيرين كده كنا حاطين عجله الصيانه. قلنا بقى ايه؟ ذا الفولاي ار نوت دراي. يعني الفولاي حتى فيها دكاتره فن كده في الفولاي عشان يدوب الاكسجين ده ويمتص بعد كده. لو اكسجين جاف ما يمتصش، فعشان يكون هو ديفايد هذا الهواء 75%. يبقى دي هواء 35% اكسجين بيموديفايد 75%. اكل في بدايه يرجع كويس، يقطع كل ساعتين مش عارف يعمل ساكشن، قوم تفضي صدرها ويديله بقى ممكن بالمعلقه ببرونه معاه، ممكن حتى بالوريد زي ما المهم ياكل كويس كل ساعتين. دفع لازم الحراره تبقى 34 ديجري سيلسيوس الى 36. هتدخل كشك قبل كده؟ دخلت عند ريسا ستير بتاع العيال، فيه كده عيال كده بيحطوا عنده الاطفال دايما دي سخن، عيال نازل مش لابس حاجه بس عيال دي بقى بيحطوا في الحته الدافيه دي. حراره من 36 الى 34 الى 36 عامل زي رحم الام كده بالظبط. روح كده شوف الاطفال بيستلم العيال يعملوا ريسا ستيشن في مكان دافي تمام كده، تحس كده ايه. مره قبل كده بفتره في مستشفى في العبور كانوا ما تفهمش اللي حصل، كانوا معايا حراره جدا والله العظيم عالي تشوه. اه والله العظيم كانت كارثه، حرق كان سخن عالي، كان سخن جدا. طيب نيجي يا كابتن بقى الحته بقى كده، معلش حته فارما صغيره ونمشي. بصوا يا شباب في سكيما ديمونيك كده للتوكوليتكس، هي جميله. بص يقول لك ايه، It is not my time. مش عايز اروح بس مش وقت ده، استنى عليا شويه، عايز اكمل شويه. It is not my time. هو ده مش ده صح؟ not it's time صح ولا مش صح؟ تمام. It's not my time. I endomycetin. نايت بدل. ماجنيسيوم. ديربيتالين اللي هي بيتو اجونست. It is not my time. عايز اقول لك هنا It is not my time. استنى عليا شويه. دي دكاتره تجميع التوكوليتكس كلها، اندوميسازين نايفيدبل ماجنيسالفيت والبيتا 2 اجونست اللي اسمها تيربيوتالين من ضمن البيتا 2 اجونست. تمام. في دكاتره كده هنمسك بقى ايه يعني كده شويه فارما. دلوقتي احتضنته ولا لا؟ طيب بص يا شباب تعالوا بص فيها سريعا. بص يا جماعه النايفيدبت ده عباره عن ايه؟ بيشتغل ازاي؟ كالسيوم شانل بلوكر. تمام. يعني بيعمل ايه ده؟ باص دايلاتيشن على البلاد فيس، بيعمل باص دايلاتيشن. تمام. وعلى اليوتا بيعمل فاين ريلاكسيشن. رابعا تمام. الجرعه بتاعته 5-10 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم. ايه الكونترا انديكيشن؟ ادوش امتى بقى؟ ما اديش الماجنيسيوم سلفيت، سوري ما اديش نايفيدبت مع ماجنيسيوم سلفيت. اشمعنى؟ الماكس سلف انتي كالسيوم وده انتي كالسيوم. يعني لو عندك خليه كده ادي الريسبت بتاع الكالسيوم كده خلاص. الماكسال انا كاتب بتنافس ماكسال مع الكالسيوم على الايه الريسبت. النايفيدبل ده بيقفل مين؟ الريسبت ده النايفيدبل. لا مش هينفع كده، سيب الكالسيوم يشتغل شويه. وايه اللي هيحصل معانا بقى؟ توتال باراليسيس، توتال مصر بلوكين. انت كده قفلت على الكالسيوم من كل ناحيه، قفلت الشانلز وعاكسته، مش هشتغل الكالسيوم، يحصل لها توتال باراليسيس. ممنوع تدي ماك سولف مع نايفيدبين، ان الماك بيعكس الكالسيوم وبقفله كمان الشانل، فانا كده قضيت على كل الكالسيوم اللي في الجسم. فممنوع تدي مع بعض كونكومتنت مع بعض ماجنيسيوم سلفيت مع نايفيدبين. طيب
طب ليه بيعمل فلاشنج ليه وش يحمر قوي ليه كده وصداع ليه ده كونجستشن باص دايليتيشن في دواء تاني اسمه اتوسيبان ده انتي اوكسيتوسين اتوسيبان دواء جديد ده مثلا رقم 1 في انجلترا غالي شويه في انجلترا اتوسيبان ده بيعمل نوزيا وصداع تايكارديا وهايبوغليسيميا هايبرغليسيميا وهايبوتنشن في دكاتره بقى اللي هو اندوميسازين ليه اندوميسازين بيعمل نوزيا بيعمل بيبتيك ألسر عبدونا البين بيبتيك ألسر ويعمل ايه كمان بليدنج تندنسي لانه انتي بروستاجلاندين بيعمل ايه في البيبي بريماتشور كلوجر اوف دكتس ارتريوز هل تعلم ان الاندوميسازين ممكن في البيبي يعمل اوليجو هيدرانوس ليه هو عشان بيعدي البيبي بيقصع الكلى بتاعت البيبي بيمنع البروستاجلاندين في البيبي والبروستاجلاندين مهمة عشان رينال برفيوجن فبيقلل درجات الرينال برفيوجن في البيبي بيقلل اليورين فورميشن في البيبي يقلل اليورين فورميشن في البيبي يعمل اوليجوهيدرامس هو بنسير يعني هو هنا في البيبي هنا بيعمل درجات اوليجوهيدرامس بيقلل اليورين فلو في البيبي وبيعمل ايه كمان مهمة قوي premature closure of ductus arterios في دكاتره البيتا مايميتكس زي مين زي ريتودرين زي تيربيتالين بس مثلا اكتر اللي هو ريتودرين اسمه في الصيدليه يوتوبار يوتوبار ضغط الجرعه بتاعته ليه ممنوع يوتوبار في الثايرويد يا جماعه ده مش اندرال مش اندرال ده يوتوبار غير اندرال خالص الاندرال ده عباره عن ايه بيتا بلوكر عشان الناس بقى مين عكس ده بيتا اجونيست يعني في الثيرويد يعمل لها كرايسيس طب ليه ما نقف الدايبيتس ليه ده بيتا 2 اجونيست ده كاتجول امينز ده انتي انسولين ايه يا شباب تمام طب ليه في الكارديك ديزيز ليه ممنوع ليه كارديك لكن كارديك يعمل ده كارديك يعني هارت فيلير طيب ليه بيعمل الكاتره في الام بيعمل هايبوكاليميا ليه جدع عشان هو الدكاتره انتي انسو بيعمل هايبر جلايسيميا فيطلع له انسو دخل الجلوكوز جوه الخلايا دخل الجلوكوز جوه الخلايا بتصنع انسولين بيعمل هايبو كاليميا في الام وفي البيبي برضه وتجي كارديا في البيبي طب بص كده بقى ده اخر حاجه اللي هو مين مغنيسيوم سلفيت اقعد دي مع مين مع تمام وهنا نوت يوز المايسينيا بريف عشان ده المغنيسيوم بيت ده انتي كونفالسنت بيعمل ريلاكسيشن للمسلز مع المايسينيا مش ناقصه فده نوت ان مايسينيا بريف بيعمل نيتا ديبريشن طبعا عشان بيعمل ايه مسل ريلاكسيشن في البيبي حد اي سؤال يعني بيعمل يعني فلوبي فلوبي شويه فلوبي ان ماشي يا جماعه معانا بدا ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله يوم الجمعه الجايه ده مع الاوبرتيف وفي النهارده الكونفرنس الجاي فاكرة يا سارة نمت نص ولسه تعبانة انا مش نايمة من امبارح بقولك مش نايمة من امبارح ومش مجمعة قاعدة شغالة في حاجات عشان مسافرين القافلة بكرة فعايزة مسافرين القافلة بكرة فعايزة اخلص حاجات باللاب قافلة قافلة بكرة قافلة فبخلص حاجات باللاب مش عارفة استخدمها هناك ربنا معاك انت كمان يا رب